السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اليوتيوب بيبعت احصائيات لينا، فبيقول لي الشهر اللي فات له نوفمبر عدد المشتركين الجدد 89، اجمالي عدد المشاهدات 35,000 مشاهدة، وقت المشاهدة بالدقايق 90,000 وشوية، يعني حوالي 1500 ساعة في الشهر. وكل الارقام دي في عالم اليوتيوب تعتبر ارقام ضعيفة، لكن هنا بيقول لنا الفيديوهات الاكثر رواجا لعام 2021 وابرز منشئ المحتوى لعام 2021 ومنشئ المحتوى الصاعدون في عام 2021 وابرز منشئ فيديوهات الشورتز. طبعا كل دول بقى العمالقة بقى. طب نشوف كده الاحصائيات بقى، الناس بقى اللي هم التوب بقى في عالم اليوتيوب، دول العشرة الاكثر شهرة في عالم اليوتيوب، يعني الفيديوهات العشرة الاكثر رواجا قصادنا اهو، وهحط لكم الرابط اسفل الفيديو عشان اللي يحب يتفرج على حاجة. 10 فيديوهات اهو، هم دول الاكثر رواجا في عام 2021، ودي الفيديوهات الموسيقية الاكثر رواجا، وقصادنا هو افضل منشئي المحتوى برضو 10، هما الافضل منشئي المحتوى في عالم اليوتيوب، ودول افضل منشئ المحتوى الصاعدون 10 برضو. وهنا بقى منشئ فيديوهات الشورتز، الفيديوهات القصيرة 10 برضو. يمكن المشهور بالنسبة لي اللي هو ناصر حكاية، مطلعينه رقم 2، وده طبعا رقم عظيم في عالم اليوتيوب. هحط الرابط اسفل الفيديو عشان تتفرجوا على الحاجات الحلوة دي، دي الاكثر رواجا والاكثر جماهيرية، وتشوفوا ترى الموضوع حظ ولا رزق ولا الهيافة هي اللي تكسب، ولا الناس دي فعلا بيبذلوا مجهود ويستحقوا.